السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميع بخير. والنهارده عندنا فيديو مختلف جدا. الفيديو ده فعليا هيكون عباره عن مجموعه من التجارب، وابطال التجارب دي هم حاجتين عملنا على كل واحده فيهم فيديو قبل كده، واظن الفيديوهات دي عجبتكم جدا. الحاجه الاولى والطرف الاول في تجارب النهارده هي اسود ماده في العالم، دي اسمها موسو بلاك. اذا ما شفتش الفيديو اللي عملناه على الماده دي فانصحك جدا تتفرج عليه. بس الموسو بلاك هي ماده جايه من اليابان، ودي فعليا اسود ماده، اكتر ماده سودة في العالم تقدر تشتريها. في واحده ثانيه اسمها فانتا بلاك، اسود منها في الدرجه، لكن حقوق الاستخدام بتاعتها محفوظه لحد معين. دي اي حد يقدر يشتريها فعليا، وده ممتاز وقريب جدا من الفانتا بلاك. دي فعليا تقدر تمتص 99.4% من الضوء. هي بينت عادي تقدر تدهن بيها اي حاجه، والحاجات اللي جربنا ندهنها بيها شكلها بصراحه بيطلع غريب، شكلها مش موجود، بيتمسح كده. العدو بقى او الطرف الثاني من التجربه، وطبعا لازم يكون حاجه عكس الاسود تماما، وهو اقوى كشاف في العالم. كشاف ده عملنا عليه فيديو من كام يوم، وده بيديك فعليا 100,000 لومن، اقوى كشاف تقدر تشتريه في العالم. تقدر تشتريه، في ناس بقى بتعمل اختراعات ماليش دعوه بيها، ده اقوى واحد موجود للبيع. اتوقع هتكون مواجهه شرسه جدا. هنشوف فعليا هل الماده هتمتص معظم الضوء، ولا الكشاف الفظيع ده هيقدر ينتصر عليها ويخليها حاجه عاديه جدا. وعلى فكره واضح ان المواجهه دي مطلب جماهيري، عشان الفيديو اللي عملناه على الكشاف في كومنت عليه داخل على 5000 لايك كان اقترح فعليا ان احنا نجرب الكشاف على الماده السوداء دي. فقليل هنجربهم، نجرب شويه حاجات تانية كمان. واكيد قبل ما نبدا ما تنسوش لايك العنيف، تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان نعرف الفيديوهات الجديده أول بأول. اوكي، شوف درجة سواد أي حاجة بتعتمد فعليا هي بتقدر تمتص قد إيه من الضوء اللي بينزل عليها. دي حاجة مثلا لونها أسود، واضح لونها أسود غامق. دي حاجة تانية لونها أسود بدرجة مختلفة شوية، ودي حاجة تالتة لونها أسود بدرجة مختلفة كمان أكتر. دي فعليا حاجة مدهونة بالموسو بلاك، وزي ما انتم شايفين ما تقدرش تحدد هي غويطة ولا هي مسطحة ولا هي عبارة عن ايه. فعليا عبارة عن فازة انا دهن نصها بالموسو بلاك، لكن تحس الحفرة دي شكلها حاجة غريبة كده غير مفهومة. ده عشان الضوء بيمتص جدا، فانت بتقدرش عينك تحدد نتيجة ما فيش انعكاسات، تقدرش تحدد هي مجوفة ولا مقعرة ولا فين الخطوط بتاعتها. طبعا على فكرة الموضوع برضو بيعتمد انت دهنت الحاجة نفسها كويس بالمادة دي ولا لا، عشان لو فيها زي تضاريس كده او الصباغة او الدهن بتاعها مش كويس بيبان شويه الايفكت، بيكونش بنفس القوه. فانا قلت اعمل حاجه جديده المره دي، جبت حاجه كده من البورد كده، الاوراق المقوه شويه، ودهنتها كلها برده كده كطبقه مسطحه بالموسو بلاك. شكلها غريب، شكلها مرعب جدا، شكلها حاجه فوتوشوب او حاجه مش طبيعيه. بص لها في الكاميرا كده تحس ايه ده، ايه الفجوه دي، تحس انها حاجه مش موجوده. وانا قلت دي تبقى العينه المناسبه ان احنا نختبرها ضد الكشاف الخارق بتاعنا. زي ما شايفين شكلها خطير جدا صراحه. انا مش قادر يعني ما تشوفها من بعيد بالذات، يعني من قريب شويه قوي مدقه جامد تحس اوكي دي حاجه غامقه جدا، لكن ما تشوفها من بعيد تبدا عينك ما تفهمش، مش فاهم ايه ده، يعني تحس في حاجه غلط في الابعاد، تحس دلوقتي ان في حفره في المكتب. انا ممكن احط ايدي جواها، بس هي فعليا حاجه مسطحه تماما، سمكها يا دوبك اساسا 2 مللي ولا حاجه. الطرف الاخر عندنا هذا المارد، مش كشاف هو مارد فعليا، وزنه اولموست 2 كيلو، واللي بيدينا 100,000 لومن. وطبعا مش بينطلق من زيرو ل 100,000 مره واحده، انت عندك درجات، تبدا بالاول ب 700، تقدر تعلي بعد كده ل 2000 و5000 و10,000، وكل ما تقرا طبعا بتحس ان النهار بيطلع او حاجه زي كده. 22,000 30,000 اوريدي كده بتدخل في درجات انت مش قادر تفتح عينيك جنبيه. 60,000 لومن دي مرعبه بصراحه، بتبدا المروحه تشتغل زي ما وريتكم في الفيديو اللي فات. زي ما شايفين الدنيا كلها منوره، المكان شكله فعليا كان الشبابيك كلها مفتوحه، واكتر من كده بيرجع تاني لل 700 لومن. لازم اضغط ضغطتين عشان اشغل التربو ال 100,000. ما بتطولش كتير عشان بتستهلك بطاريه، والاهم البطاريه انها بتسخن الكشاف بسرعه مهوله وبتطلع حراره رهيبه منه. وده برده حاجه تانية عايز اجربها، طالما الماده دي بتمتص الضوء فاكيد برده هتمتص الحراره، فهل هتسخن؟ هل هتولع؟ محتاجين نشوف هيحصل ايه. عندي كمان عنصر ثالث عايز اجربه، هو هذه المواد دي. كل انبوبه صغيره من دي فيها بودره كده يعني خفيفه جدا، عباره عن ماده مشعه، مش مشعه، اللي هي بتمتص الضوء وترجع تشعه تاني. وعلى فكره
كل واحدة فيهم شكلهم دلوقتي كلهم لونهم أبيض، لكن كل واحدة فيهم بتشع لون مختلف عن التانية. المفروض عندنا أزرق وأخضر وبنفسجي، مش فاكر بقية الألوان إيه، بس كل ما يكون الضوء أقوى طبعا بتمتص الضوء أكثر وتديك ضوء أقوى. فأنا متحمس برضه نشوف مع المية ألف لومن هيدونا ضوء عامل إزاي، هيتحولوا لمبة فعليا ولا لأ. خلينا نبدأ مع هذه الأنابيب اللطيفة. على فكرة كل واحدة من دول ممكن تخلطها مع مواد تانية عشان تحولها لبينت برضو فعليا، والحاجة اللي هتدينا بيها طبعا هتنور في الضلمة تبقى لطيفة جدا. بس خلينا دلوقتي بقى نشحنهم الماكسيمم، ما اظنش انهم هيشوفوا إضاءة أقوى من كده في تاريخهم إطلاقا. أنا شغل مباشرة التيربو عليهم المية ألف ونشوف هيحصل إيه. يلا واحد اثنين. مش شايف حاجة، أظن الكاميرا برضو مش شايفة أي حاجة. شوف أنا إيدي أساسا تحت هنا ومختفية من قوة الإضاءة. كفاية كده، شوف هشاعوا إزاي. واو أوكي، طفيت النور عشان نشوفه كويس. وأولا هم حرفيا سخنين، في حرارة يعني، تحس كانوا في الفرن من شوية. والألوان زي ما شايفين اتحولت تماما، كانوا كلهم بودرة بيضة، دلوقتي زي ما شايفين كل واحدة فيهم من ورا بالذات لون الاخضر تحسه اوضح واحد فيهم. دي عامه حاجه علميه يعني معروفه، شكلهم خطير جدا بصراحه. ومع اضاءه زي دي اقوى اساسا كمان من اللي هتاخده من اضاءه الشمس، فكده ده اقوى توهج ليهم. طبعا بدا يقل شويه، كنت شحنهم اظن بلقطه سريعه جدا يعني، ده 700 100000 في ثانيه واحده بترجع تشحنهم تاني. بص الاخضر عامل زي دلوقتي رهيب. مع قوة الإضاءة اللي طالعة من هذا التنين لا أظن أبدا إن موسو بلاك هيصمد قدامهم صراحة، هيبان كأنه حاجة بتنور عادي جدا، مش عشان هو مش أسود بس عشان حتى الباقي من ال 100% بتاعت امتصاص الضوء دي كافية لوحديها إنها تخليه يعكس ضوء قوي جدا زي ده. ده أقوى فعليا زي ما قلت لكم من مش أقوى من الشمس، لكن أقوى من الضوء اللي وصل للشمس في نفس المساحة الصغيرة اللي إحنا فيها دي. أوكي خلينا ندرج في الموضوع، نبدأ مع الغاز اللطيفة بتاعتنا. وعلى فكره انا حاسس ان مش بنفس القوه اللي كانت عليها في الاول، اتلم عليها شويه زي تراب خفيف كده، على تحس البينت بقى بهتان سنه، يمكن محتاج له وش تاني. بس خلينا نجرب ونشوف هل الايفكت هيطلع فعلا قوي ومش يعني هيمتص الضوء فعليا كاننا مش موجهين ضوء عليه ولا لا. ومباشره انا اقول لا يعني، هو شكله مازال غامق مازال اسود، احنا بنتكلم هنا في 700 لومن بس، لكن بقينا شايفين التفاصيل وشايفين هو بيعكس الضوء بشكل يعني قوي. الحاجة اللي أظنها تبقى مثيرة للاهتمام لو وجهنا ال 100000 لومن على الجانب الأسود وبعدين وجهناه على الجانب الأبيض بعد كده ونشوف فعلا الفرق ونوجهه على الخط اللي في النص. أنا عامل شغل صباغة مهول هنا رهيب جدا، مش مشكلة. نبدأ دلوقتي 100000 لومن مباشرة، هو أصلا سخن جدا دلوقتي، معرفش هيصمد معانا ولا لأ، بس 100000 لومن على الأسود والأسود أبيض دلوقتي، بص مفيش أي حاجة. بس خلينا نلفه بقى على الجانب الابيض فعليا وهتحس، بص تحس ان في لمبه نورت. بص الفرق بين الاسود والابيض هنا عامل اشعاع مهول. ده الاسود ده الابيض، اسود ابيض، شايفين فرق الانعكاس اللي طالع منه عامل ازاي. اوكي دلوقتي حان وقت صراع الوحوش، الجانب المظلم ضد الجانب المشرق والمضيء. 100000 لومن قصاد الموسو بلاك. نتدرج ولا نضرب على طول على 100000؟ انا بقول نخش على طول على 100000. بص هنقسمها لتجربتين، الاول الاضاءه وبعد كده الحراره، نسيبه شويه كده عليها ونشوف هتنفجر ولا هتولع ولا هيحصل ايه. الجانب المظلم الاول يتقدم. اوكي وبعد كده نجهز اللايت سيبر بتاعنا، سلاح سخن جدا اصلا مش عارف، مولع نار. اوكي نبدا على طول على 100000 عشان يصمد معانا. جاهزين يا جماعه؟ إذا فعلين بيمتص الضوء كامل المفروض تبان لنا كأنها بقعة سودة في وسط الضوء، لكن ما أظنش أبدا ده يحصل. خلينا نبدأ، واحد اتنين. أوكي مفيش أمل. ال 100000 لومن أكيد أقوى من الموسو بلاك زي ما شايفين. أنا شايفه أوكي، ده في دخان بيطلع دلوقتي، في دخان بيطلع، السخونية رهيبة تقريبا، البينت نفسه بيتحرق دلوقتي، أظن الورقة فعليا ابتدت تتحمص. أقول خليها أجيب حاجة بس حماية كده وأرجع لكم تاني. أوكي كده أحسن عشان لو ولعت فعليا المكتب ما يروحش في داهية. مازال شكلها خطير بصراحة، بس مفيش أمل قدام ال 100000 لومن. 100000 لومن أظن إن هو مفيش أي حاجة ممكن تقف قدامه بالذات بالمسافة دي، يعني إحنا لازقين فيه مباشرة. خلينا تاني نجرب دلوقتي بقى الحرارة شوية كده، نشوف مين فيهم اللي هيسخن الأول عشان ده أوريدي مولع دلوقتي. واو
واو مش متخيلين يا جماعه قوه الاضاءه. بص طبعا الورقه مش باين الدخان عمال يطلع دلوقتي ومش باين على الكاميرا، بس في دخان بيتصاعد دلوقتي، في حريقه بتحصل هنا واهو يمكن باين شويه دخان. ايوه دخان دلوقتي، هنبدا نشوى يا جماعه. بص اللي بيحصل دلوقتي من واضح قدامي ان الورقه بتسخن فبتشقق او بتتمدد فبتشقق البينت من فوق. انا فعلا شايف خطوط دلوقتي البينت والكشاف دلوقتي المروحه ابتدت تعلى، في صراع دلوقتي بين الخير والشر وبين الضوء والظلام. الريحه بقت غريبه كمان، ريحه البينت احس ان المفروض ما شايف مش الحاجات دي، بس اظن احنا نزلنا دلوقتي على 100,000. كشاف نور لي لمبه الحراره واكيد المنتصر هو الكشاف. 100,000 لومن مدمره. بص بص الخطوط اللي حصلت هنا، فعليا الورقه ابتدت تتشقق نتيجه انها اتمددت او ساحت من تحت. هي ما لزقتش هنا زي ما قلت لكم، هي فل كده فباظت كل حاجه اتشققت، وحرفيا سخنه سخنه جدا. ودي ورقه يعني انا اقول حرارتها ما تقلش عن 30 40 مثلا. اظن لو دهنا بالاسود ده معدن وسلطنا عليه الكشاف حرارته هتوصل مينيمم 100 درجه ويمكن اكتر كمان. فعليا لو سبته فتره طويله يمكن يسيح، بس الموضوع رهيب، الموضوع قوي جدا ومفيش حاجه هتقف قدامنا. مفيش حاجه هتقف قدام 100,000 لومن. فعليا اتحرقت يا جماعه، سخن جدا دلوقتي. اوكي قبل ما نتسبب في خسائر حقيقيه اكتر من كده، اشكركم جدا على هذه الفكره اللطيفه والتجربه، استمتعت بيها. اذا عندكم افكار تانية حابين تشوفوها مع هذا الوحش المتوحش، او حابين تجربوا اي حاجه تانية من هذه الحاجات، اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هنجربها في حلقات قادمه. وبس ده فيديو كده كان خفيف ومختلف. لو عجبكم الفيديو لا تنسوش لايك عنيف، تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان تعرفوا الفيديوهات الجديده اول باول، كمان تتابعونا على انستغرام فيسبوك تويتر، رابط كده تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، سلام.